تبنى وضحك فيها هذه واحد هذه واحد 4 شهور ولا 5 شهور ضحكت فيها اختي سميه. واختي احنا دابا مثال صغير قلت بين عريضتين اونتر بارونتيز الفول اول خطره غنجبد هذه المعلومه سمعوا الرجال حتى هما العيالات نفس الشكل الضعف الجنسي دقه بطله رائع الفول منبت خرج العقل الرحمه جبدنا على المرض ديال باركنسون قلنا 45 غرام ديال الفول منبت هي الـ هي الدوزاج هي الوصفه هي المقدار اللي خاصو ياخذ الواحد في النهار اللي عنده مرض ديال باركنسون باش يتفادى هذا المشكل. ولكن اختي راه غايه راه غايه راه اللي فيه الاندوبا كنا قلنا قبل اللي ممتاز اختي الفول الناس اللي عندهم مثال بسيط هذاك اللي عندهم هاد المشاكل ها الفول غذاء غذاء صحيح بمعنى ديروا الفول في هذاك النونسيرمون اللي عندهم مشكل ديال المخ مشاكل المخ وداك الشيء ولي لي زومبين لي نيرون وكل شيء في المخ ها الفول نافعنا وغايد اكلا هو الدفاف في الاكل بيان سور ديك البيصاره ديالنا راه ممتازه ممتازه في الفطور كلشي دونك جميع القطنيات راهما صحيين القطنيات راهما احسن من اللحم قبيله جبدنا الهضره اختي ديال اللوبيا اللوبيا راه غنى من اللحم 100 غرام ديال اللوبيا هي 100 غرام ديال اللحم دونك الناس ياكلوا يديروا القطنيات مزيان ما ننساوش القطنيات راه هما تيديروا لنا مشكل اوسيف المعده هذا هو اللي بغيت نطرق له لان اكيد لما غنتكلموا على القطنيات كثير منهم غادي يجي على بالهم مشاكل ديال الهضم وعسر الهضم ومشاكل الامعاء والنفخ ديال المصران ايوا علاش حنا جينا باش نعطيهم المشاكل ونكونوا ان شاء الله كنعيشوا اجواء رمضان بصحه وسلامه ونستافدوا من الخبره ديالك دكتور جمال سقلي خبير الاعشاب الطبيه والتجميليه في حله رمضان اللي غادي نتقربوا كثير من عاداتنا الصحيه وطريقه في الاكل شنو غناكلو طريقه صحيه وسليمه. شكرا لك كثير بارك الله خدينا معك اوقات ممتعه وخدينا فكره بسيطه عن اجواء رمضان. حنا غادي نمشيو ان شاء الله رمضان كريم الناس كلهم ان شاء الله لينا عليك وينعاد على الجميع المغاربه بصحه وامان. ذوب الكرافس يعني كنستعملوه بكثره ويمكن ما تيخطر حتى شي كوزينه مغربيه في هذه الوقيته رمضان ضروري في القفيفه يكون حاضر الكرافس ديال رمضان فوائده كثير ومهم لان استعمالاته كتكون كثيره يمكن مالو الكرافس غير يعرفوه الناس حنا عندنا فابور الثمن ديالو راه واعر الماكله والصحه. الوغ الكرافس لو سيليري تتسمى لابيوم ساتيفيوس هذا سيتي نون بيليفير هي تدير لنا النواره بحال ديال طليلان بحال ديال البشنيخه بحال داكشي سيتي نون بيليفير. الوغ اش نستعملو في الكرافس؟ الجذوره الجذور العشبه باكملها الحبوب او البذور دونك الزريعه ديالو الجذر ديالو والوراق والاغصان وكل شيء دونك هادشي اللي تنستعملو في الكرافس اون جينيرال. لا الصالح هذا الكرافس اول حاجه ضد العياء تام لاستيني لا فاتيك جينيرال الارهاق السخفه طحطح مقرد ضاربينك بالعصا وكل شيء ما قادر لا تنوض الرجلين فاشلين خاوي كل شيء الكرافس مقوي عام صالح من ذاك الشر فيه اختصاص انهيار القوة ديال الذات الجسمانية كاملة صالح النقاهة اللي اون كونفاليسونس صالح للسيرموناج الأرق احنا كنا دابا عندنا في رمضان وكل شيء صير تال الصباح خلت النعاس وكل شيء عندنا هذا المشكل ديال الأرق عندنا ضد لانسوفيزونس سيرينال ضد التوتر العصبي دونك اللي معصب الكرافس واللي كيكثر في هذا شهر رمضان ضد الروماتيزم اييه ضد لاكوت دونك لاسيديويك دون لو سون ضد الحصى في الكلاوي ولا الحجر في الكلاوي ولا الرمال في الكلاوي الناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي يستعملوا بزاف وياكلوا الكرافس ضد الوجع ديال الكلاوي في حد ذاته بنفسه ضد الاحتقان الكبدي ضد بوسفير دونك ليباتيزم ليكتير اكسيتيرا اي والغلاضه ضد السمنه اللي غليظ ضد السمنه نقص الوزن معلوم سي اختصاص دون سي لونتي اوبيزيتي وضد الضيق الربو دونك هذا الكرافس حوايج بساط اللي كاين في الكرافس نعاودو وبشويه الكرافس تنستعملوا الجذور والعشبه باكملها والحبوب او البذور او الزرع الريقان والبذور كذلك هما مزيانين قلنا اول حاجه للصالح ضد العياء التام والانهيار ديال القوه الجسمانيه دونك اللي فشل اللي عيا اللي سهله اللي ما قادرش ينوض يتحرك اللي فيه الدوخه وداك الشيء الكرافس راه ممتاز ليه صالح حتى لا كونفاليسونس دونك لي كونفاليسون النقاهه ضد السل مرض الريا اختصاص هذه واحد السنين واحد طبيبه الور
سلام حار لهم. خالد مريم هاد السيدة سبيسيال فيها الضيقة، جات عندي لقاتني مصاوب واحد القريحة صغيرة. قالت لي شنو هو جمال كيسكو سي؟ قلت لها قوت. عطيتها واحد المعلقة صغيرة غير خشيتها وزيتها، ماشي عطيتها المعلقة غير خشيتها في هذاك وزيتها شوية، وعطيت دارتها فمها غير دارتها بقات تبننها شوية وهي بدات تغوت. واو، مدات يدها القرعة شداتها ما بقاتش بغات تطلقها، هي تجر وانا نجر. علاش؟ غير قالت هذا سمنا، بدات تتنفس من ذاك الشرفيع، بدات تحس براسها من ذاك الشرفيع في النفس. اول حاجه تلحت على القرع شديتها، هي تغوت وانا تغوت. والله ما تاخذ اخويا جمال، تنقول لها والله ما تاخذيها. شنو كان السر في هذه القرعه؟ هذه القرعه هذيك القرعه لي زانغريديون العقاقير باش مصوبه كل شيء، لا باز مصوبه بالعقاقير ديال القوه الجنسيه الخارقه. الوغ من القوه الجنسيه راه جبدنا شحال من خطره وكل شيء، حيت العشاو صالحين بزاف الحوايج ماشي حاجه واحده. الوغ اللي جبدنا الهضره الكرافس، الكرافس راه داخل دائما تعطيه في الوصفه ديال القوه الجنسيه، مقوي جنسي خارق رائع، خرج العقل الفن لو توب. ولكن الربو الضيقه راه الرحمه، الرحمه تيخليك به فيه تنفس، تيخليك تمتع بالنفس ديالك، ماشي تبقى تزير مخنوق وتجهد نفسك كل شيء باش تنفس. ومن بعد هذيك راه تيشدو من الخلعه مساكن، تترجع لهم بالخلعه وكل شيء. الربو راه قتال تيقتل، اي بورتون ساهل في الدواء. الور من الحوايج الممتازين ضد الربو اللي في ديك القرعه اللي كانت حاله اختناق الكرافس. طيب دكتور جمال، احنا لضيق الوقت لاننا 20 دقيقه كتمر بسرعه جدا معك، اذا ان شاء الله غدا تتم دواعي الاستعمال، دواعي الاستعمال استعمالاته الخارجيه، شنو ممكن كذلك نستفدوا من القيم الكثير ديال الكرافس. الجنسيه مقوي جنسي خارق رائع، خرج العقل الفن لو توب. ولكن الربو الضيقه راه الرحمه، الرحمه تيخليك به فيه تنفس، تيخليك تمتع بالنفس ديالك، ماشي تبقى تزير مخنوق وتجهد نفسك كل شيء باش تنفس. ومن بعد هذيك راه تيشدو من الخلعه مساكن، تترجع لهم بالخلعه وكل شيء. الربو راه قتال تيقتل، اي بورتون ساهل في الدواء.